شهر الله شهر الله شهر الله شهر الله شهر الله شهر الله المبارك شهر الله المبارك في السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الإمام الحسين أينما كنتم، في حلقة وجولة جديدة من جولات مسابقات وجوائز. ابقوا ويانا اليوم، خلينا نشوف من يفوز ويانا بجوائزنا المقدمة من معمل بهارات كربلاء للمنتوجات الغذائية. من ننسى نقول لكم قبل الله صيامكم وأعمالكم. تعالوا وياي. السلام عليكم، شلون صحتكم؟ رمضان مبارك عليكم. عليكم ان شاء الله. عندنا برنامج مسابقات ان شاء الله، اذا جاوبت على سؤالنا تفوز ويانا بجائزه مرتبه. يلا ابقى وياي قدام الكاميرا. ابو من؟ ما متزوج. ما متزوج، ان شاء الله يوم زواجك ان شاء الله. ولا رمضان؟ لا بعد طويله. اسم حضرتك؟ علي. يا هلا ابو حسين ان شاء الله. ابو حسين سؤالنا لك، كم عين عند النحله؟ 8. عندك معلومة عن الموضوع؟ اي انا 8 او 6 سامع بيها. 8 6 هيك. 8 6 يعني هي المهم عيونها هواية؟ هواية. للأسف خطأ. جوابك؟ اعتقد 12 عين؟ لا هواية خطير. اذا شكرا لك يا صديقنا، وشكرا لك لمشاركتك حبيبي ابو حسين. اذا تعالوا وياي نشوف مشاركين اخرين بالبرنامج اليوم. شوف هنا الشباب. السلام عليكم. سؤال بسيط. يلا تعال 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 قدام الكاميرا. ايش كم عين عند النحلة؟ كم عين عند النحلة؟ ايه كم عين عند النحلة؟ كم عين عند النحلة؟ تعال ساعد صاحبك. 16 عين؟ 12 عين؟ للأسف خطأ. إذا نشوف هنا الحجي. السلام عليكم حجي، رمضان مبارك عليك إن شاء الله، يعود عليكم بالصحة والعافية والطاعات. زين حجينا أبو من؟ أبو محمد. يا أهلا أبو محمد. أبو محمد سؤالنا هو، كم عين لدى النحلة؟ أعتقد 6. 6؟ أعتقد. ما سامع بها فد يوم؟ لا أعتقد 6. 6 عين للنحلة. للأسف الجواب خطأ. زين حجي أبو محمد من يا محافظة؟ أنا من كربلاء. حياك الله يا أبو محمد. سولف لنا شوي على أجواء رمضان سابقا ذاك الزمن، شلون كانت؟ شنو اللي يختلف عن هسه؟ طبعا هي رمضان بتفاصيله بحيثياته هو كله لطيف جدا. ليش؟ لانه باجواء روحانيه، اجواء رحمانيه. صحيح. سواء في الزمن الماضي قبل عقود او الان. نلاحظ بانه ممكن اطفال، يعني قبل حوالي اكثر من 3 عقود او اكثر شويه، نلاحظ بانه الناس كان عندها تواصل بتقديم الطعام، بتقديم بعض الموائد الرمضانية. زي. وهذا فالشيء مفرح طبعا، هو به نوع من التكافل الاجتماعي. صحيح. الآن هذه الحالة موجودة لكن قلت بسبب بأنه انحصرت في بعض العوائل. ليش؟ لأنه الناس انشغلت بمشاغل الحياة وأمور الحروب اللي مرت بالعراق مع. صحيح. الأسف. صحيح. فكل هاي احنا نعزوها بأنه قللت من هذا، لكن تجد روح الكرم وروح يعني حب التقديم هذه الموائد بانه جار للجار. ولاحظ حتى هذه اللحظه بانه انا في منطقتي الاحظ بانه ما يمر في يوم من رمضان اذا ما تمر علي تجيني في فد ماعون او في الصينيه من 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 صديق او من قريب او من جار. اضافه كذلك انا بانه اقوم بدوري في نفس الدور، وهذا طبعا يشجع بانه الحمد لله نحمد الله وشكره بانه العراقيين لحد هذه اللحظه متالفين متحابين ويعيشون هذه الاجواء الروحانيه بظل العراق ان شاء الله. نسال الله بانه يديم علينا هذه النعمه والنصر المؤزر، ويديم وحده الشعب والتحابب فيما بيناتنا ان شاء الله. شكرا جزيلا. نشكرك جدا على مشاركتك. شكرا جزيلا يا حجينا وممنونين. هسه ما قلت احنا سمعين. لا هذا بعد سؤالنا بس. ان شاء الله فرصه اخرى. شكرا مشاركتك ويانا حجي. الله يعزك. شكرا. اذا معنا مشارك اخر. السلام عليكم. ابو من حجي؟ ابو رضا. يا اهلا ابو رضا. ابو رضا اول شيء رمضان مبارك عليك، تقبل الله صيامك ان شاء الله، تقبل الله زيارتكم ان شاء الله. الله صيامكم الله يحفظك. ابو رضا سؤالنا هو، كم عين لدى النحله؟ 36 عين. 36 عين. 8
من 8 للصبح 8 للليل يا 16 مصر هو يعني 4 6 36 اي 36 عين 36 عين للاسف جواب خطأ يا أبو رضا ان شاء الله على الجواب شكرا لك اذا نشوف هنا الشباب السلام عليكم ابو من ابو ادم رمضان يا حياك الله رمضان مبارك عليكم ان شاء الله تقبل الله زيارتكم من يا محافظ ابو ادم الديوانيه يا اهلا بك واهلنا بالديوانيه شرفتونا شلون زيارتكم اليوم برمضان الحمد لله فطرنا هنا بين الامامين واستمتعنا بالزياره الحمد لله وندعي العراق جميله ان شاء الله ودعي العراق بالحفظ والامان والسلام ان شاء الله بلدنا العظيم الحمد لله الله ابو ادم سؤالنا هو كم عين لدى النحله سؤال صعب لا سهل كم عين لدى النحلة؟ أنا لو لك في يوم يعني ما لازم نحلة يتنبوا عليها ما أقدر الزراعية حتى ربنا حلو هاي زين منا وهيجي إذا ما تعرف الجواب راح ربنا حلو شوف نحلة زي ما نشوف إيش كم عين يوجع عليك البرنامج مستمر زين ما عندك جواب إنه؟ ثاني خيارات حبيبي يعني هو السؤال مو ضيق الصعوبة إيه إلا اثنين ماكو اثنين؟ اثنين بس عينين؟ بس عينين لا هو ما دام سألني السؤال يعني أكيد أكثر من اثنين راح أعطيك فرصة ثانية أوكي إيش قد؟ النحلة أكثر من عينين بيها؟ أوكي ما أقول لك ستة بيها ستة؟ ستة وأثبت على ستة ما للأسف الجواب خطأ يا أبو آدم ونشكر مشاركتك ويانا إذا نشوف مشاركين آخرين ويانا ابقوا ويانا مشاهدينا الكرام تعالوا نستمر بالبحث عن المشاركين وعن جواب لسؤالنا لهذا اليوم تعالوا وياي السلام عليكم شلونك حبيبي ابو من ابو حسام يا هلا ابو حسام رمضان كريم عليك ابو حسام عليك رحم الله يا محافظ ابو حسام من محافظه بابل يا هلا محافظه بابل الجود والكرم والطيبه كل الهلا بكم طيبتك رحم الله والديك زين احنا برنامج مسابقات اذا فزت ويانا نعطيك هاي علاقه مرتبه نعم زين ابو حسام سؤالنا لك كم عين لدى النحله كم عين لدى النحله اي ايش كم عين ستة 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 لو أربعة ستة لو أربعة ستة لو أربعة زين أنت أنا تقريبا وصلت للجواب راح أقول لك خير الأمور أوسطها إيش كم عين أربعة لا أنت قلت ستة لو أربعة شنو بيناتهم خمسة وصحيح جوابك خمسة أحسنت يا أبو حسام بما تجينا الهدية تعالي خالة أم مهند مهند كل الهلا بيك خالة مهند خالة سالفينا شوية عن رمضان الأكلات الرمضانية بشهر رمضان يعني محافظة بابل تختلف أكو أكلات بابلية حلاوية شهر رمضان هو أبو البركة والخير وكل الخير بيصير الحمد لله شكرا أكلة شكرا إحنا نطبخها برمضان الحمد لله على كل حال أكو أكلة تحبون تطبخوها بشهر رمضان تحبوها بالعائلة والله هي أكثر شيء الحمضيات والدوم ما يسويها طيب أسوي الدوم حجي؟ تخبر ترى هي أهم شيء الدوم ترى أسبوعك من وراها الحمد لله الله يديمكم إن شاء الله ويديم النعمة عليكم إذا وصلت الجائزة يا أبو حسام ويا خالة مهند بالعافية عليكم هاي جائزة مقدمة من معمل بهارات كربلاء منتجات غذائية إن شاء الله عافية وهنا وصحة عليكم الله يديك حبيب قلبك كل الهلا بيك وشكرا لمشاركتك يا أبو حسام كل الهلا بيك إذن تعالوا يا مشاهدينا الكرام نشوف مشاركين آخرين تشارك ويانا حبيبي تشارك زين أبو من أبو مرتضى أبو مرتضى أبو مرتضى يريد يشارك ويانا خلنا نشوف لك سؤال صعب أبو مرتضى يلا شوف لي الصعب وكان بين معلوماتك قوية أبو مرتضى ما دام يريد يشارك أيوة زين سؤالنا إليك يا أبو مرتضى خلنا نطلع وين راح السؤال أسأل سؤال وراح جدك راح جدك يلا السؤال من هو الذي عين الإمام علي عليه السلام خليفة للنبي سؤال سهل ترى عين الإمام علي خليفة اي خليفة للنبي عينه من بابا علي على الكاميرا هنا شيء يلا من هو عين الإمام علي خليفة من بعد النبي نبي محمد صلى الله سلام الله عليه وصلوات الله عليه هو فعلا كان من ضمن المعينين ولكن هو اكو
يعني التعيين اجى من شخص مو شخص وانما من مكان اعلى بعد. مكان اعلى يعني؟ يعني بعد ما يصير اساعدك اكثر، اذا اعطيك الوصف راسا تعرف الجواب. من اللي عين الامام علي خليفه للرسول؟ يعني رب العالمين. رب العالمين. رب العالمين. تعتقد صحيح جوابه؟ اعتقده صحيح. ها والله. هو اللي عينه خليفة. نعم. جوابك صحيح أبو من؟ أبو رضا. أبو رضا، جوابك صحيح يا أبو رضا وتستاهل الجائزة. والله. هذه الجائزة وصلت. نعم. بس أريدك تسولف لي، طيني إياها الجائزة. أريدك تسولف لي شلون تسوي القهوة بشهر رمضان؟ يعني هذا وجودك هنا بين الحرمين للزائرين، شلون يمر عليك شهر رمضان اصلا بشكل عام؟ والله هاي شهر رمضان يعني ورا الفطور نفطر ونسوي القهوه. زين قهوه طيبه مالتك؟ ان شاء الله طيبه. يحب وزوا؟ يعني مشهوره لو مو مشهوره؟ وسط يعني مو 100%. مو 100%؟ مو 100%. وهذه جائزتنا مقدمه حتى لا ننسى من معمل بهارات كربلاء المنتجات الغذائيه. أبو رضا شو تحب تأكل برمضان؟ ها؟ شو تحب تأكل برمضان؟ الفطور. الفطور؟ أي. والله أنا أمشي بالبداية اللبن والتمر. زين. والشوربة. والشوربة. وبعد أكلاتي رمضانية ثقيلة خفيفة شو تحب تأكل؟ الرقي. بقلاوة. أخي يقول بقلاوة سامي. يا تفطر بقلاوة سامي. زين. شكرا لك أبو رضا وشكرا لمشاركتك. تعال بالبقلاوة سامي. تعال شارك ويانا. إذن مشاهدينا الكرام، المخرج يقول وقتنا خلص لهذا اليوم، لذلك نختم حلقتنا وياكم وجولتنا الرمضانية بين العوائل والزائرين فيما بين الحرمين بين الإمام الحسين وأخيها بالفضل العباس سلام الله عليه. لا يسعنا إلا أن نقول تقبل الله صيامكم وأعمالكم في شهر رمضان، ولا تنسوا أن تدعوا لإخوانكم في سوح الوغى المرابطين للدفاع عن هذه الأرض الطيبة. إلى لقاء آخر وحلقة أخرى، نلتقيكم إن شاء الله بإذنه تعالى. مع السلامة. تصبو لمغفرة